جيتي ناز؟ أنت منيحة؟ أنا آسفة ما قدرت أقنعه، صدقيني حاولت وصار معي كتير شغلات إذا بحكي لك ما رح تصدقيهم بالمرة. ناز أنت ما بتعرفي شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ أنت كيف رح تبرري لي حبيبتي؟ تايلان مو مثل مو شايف، أنا رحت لحتى أحكي معه على المطعم، ما بعرف إيمت وكيف تصورت. قولي صدقت، الناس كيف رح يصدقوا؟ مستوعبة الوضع يلي حطيتينا فيه؟ أنا هلأ انفضحت، ليش علاقتنا عم تتعزى بسبب هذا الزلمة؟ ما عم بفهم. أنا مستوعبة إنه الصورة سيئة كتير. يا دوب سكرنا أول فضيحة، طلعت لنا فضيحة تانية جديدة، كنت متوقع تكوني منتبهة أكتر، عن جد مصدوم فيكي. إيه أنت مصدوم، بس ما في إلى حل، مو هيك تايلان؟ لا تزعل حالك لهالدرجة. شو بقدر أعمل لحتى أصلح اللي صار؟ قول. ما بعرف، يمكن فات الأوان. تايلان ما أقول هيك شي يعني؟ لو سمحتوا يا جماعة ممكن تقدمونا تصريح حسابك لو سمحتوا؟ لو سمحتوا طلعوا لبرا. لو سمحتوا يا جماعة هذا مطعم رفيق إذا بتريدوا. حتى لو سمحت يا أستاذ رد علي. يا جماعة ما بيصير هيك، ما بدنا ضجة إذا بتريدوا. تايلان لو سمحت إنك تهدى. كان عندي اجتماع مهم مع منتج كبير اليوم، بدهم يصوروا حياة أحد عملائي كفيلم، كانوا رح يخبروني بوقت الاجتماع، ما اتصلوا، شكلهم تراجعوا. ما بستفيد إذا بحكي، ممكن يكونوا عم يقرروا يوقفوا لي برنامجي على القناة كمان. لا مو بهالسهولة. ناس شو رح تساوي؟ لازم أطلع وأحكي. بعدي ناز خانم، شو بتقولي عن صورة اليوم؟ ناز خانم ممكن تصريح؟ مرحبا يا جماعة، الصورة يلي انتشرت صدمتني كتير، يبدو أنها تصورت عن طريق ناس نيتهم سيئة لأنها أبداً ما بتعكس الحقيقة. علاقتي مع تايلان مستمرة وما فيها أي مشاكل. اللي كان معك بالصورة هو اللي باسك يا أنسة؟ تايلان بيك قال إنه ممثل. ممكن نعرف مين هالممثل؟ ولا حدا. ليكو إيش الشاب اللي بالصورة؟ لو سمحت فيك سؤال استاذ فرات، ممكن جاوبنا شو اللي صار امبارح؟ اللي بينك وبيننا ممكن جاوبنا ولا لا؟ ليش شو بخصوص الصوره يا استاذ منكم؟ لو سمحت بس اعتذر منكم، لو سمحت بس مين تعرف ناس خانم علينا اكثر من هيك؟ مين انت بالواقع؟ شو الصله اللي بينك وبيننا؟ انا فرات شيف هذا المطعم. فرات منيح انك اجيت. اي صح، فرات شيف المطعم، شخص بيعرفنا، اذا حابين تسمعوا راح اقول لكم الخبر الاهم. اي والله يا ريت، نحن ناطرينك. اذنك ناطرين منك جواب. انا وناز حبيبتي وعمري ورفيقة دربي قررنا نتزوج، ويلي عم ينشروا الأخبار الغلط يخجلوا لأنه كتير عيب. بدي أسألك قدام كل تركيا حبيبتي، هاي رفيقنا الشيف وزملائنا الصحفيين شهود، بتوافقي تتزوجيني؟ Sevgilim. Muvaffak. Evet.